والآن مشاهدينا ننتقل إلى موضوع اقتصادي طبعا الأبرز في هذين اليومين، وهو قانون التحويلات المالية أو الكابيتال كنترول. هل بعد في حاجة لهذا القانون طبعا أو يرحل إلى ما بعد الانتخابات؟ أناقش هذه الأسئلة مع ضيفي لليوم الخبير في الشؤون الاقتصادية وقطاع الطاقة إدمو شمس. صباح الخير أستاذ إدمو. صباح الخير لارا، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. يعني بالأمس ألغيت جلسة اللجان النيابية المشتركة للبحث في قانون الكابيتال كنترول، بس أنه السؤال هيك بكل بساطة، يعني هل بعد في حاجة لهكذا قانون؟ بداية لازم نسأل شو الهدف من إقرار القانون الكابيتال كنترول اليوم بعد مرور سنتين ونص على بداية الأزمة وهدر وسرقة وهروب أكثر من 40 مليار دولار منذ 17/20/2019. هذا السؤال لازم نسأله، إذا فعلا في جدوى من إقرار قانون الكابيتال كنترول اليوم ولا لا، وخاصة أنه الأموال المتبقية بمصرف لبنان هي حوالي 10 مليار دولار، هي احتياطي إلزامي تعود للمصارف وبالتالي هي أموال المودعين. طيب من سنتين لليوم كان في احتياطي إلزامي فوق ال 25 مليار دولار، لم يعيدها حاكم مصرف لبنان للمصارف وللمودعين، صرفوها على دعم الاستيراد وكان كله فساد وهدر لهذه الاموال. انا اللي بقوله التالي، اول شيء تطيير جلسه امبارح كان هي بروباغندا سياسيه من احزاب السلطه لحتى يقولوا انه هن متعاطفين مع المودعين. رقم اثنين، قانون الكابيتال كنترول عاده بيطبق عند ابتداء ازمه كبرى ماليه وانهيارات ماليه او بروز بوادر انهيارات ماليه كبيره، فانت بتعملي قانون كابيتال كنترول بسرعه خلال يوم او يومين لحتى تمنعي هروب رؤوس الاموال من المصارف ولحتى يتسنى وقت تعملي خطه للانقاذ الاقتصادي والمالي والتعافي. هذا كله ما صار. انا بدي اقوله اليوم عم يعملوا قانون كابيتال كنترول، اول شيء صندوق النقد مش طالب منهم يعملوا قانون من هالنوع. ثانيا صار لهم سنتين واكثر بيميزوا بين اموال قديمه واموال جديده، كانه الاموال القديمه واحد كبها وما بقى لها قيمه وبتنتهي مفعوله بعد 17/20. هيدي كلها للاسف محاولات من السلطه السياسيه والمنظومه الحاكمه لحتى تشطب اموال المودعين اللي صرفوها وهدروها وسرقوها. وانا برايي ما في خطه وضعتها الحكومه اليوم، ان كان حكومه حسان دياب او حكومه الرئيس ميقاتي، بتحكي بوضوح عن كيفيه اعاده اموال المودعين، لانه القسم الاكبر من اموال المودعين غير متوفر غير موجود. اضافه الى ذلك، القانون اللي اليوم هلا عم بيحاولوا كانوا يمرروه هو اعطاء براءه ذمه لحاكم مصرف لبنان او مصرف لبنان والمصارف ومنع الملاحقات القضائيه والقانونيه بحق المصارف نتيجه المخالفات والجرائم الماليه اللي ارتكبوها. نعم. اول نقطه. رقم اثنين، عم بيشكلوا لجنه برئاسه رئيس الحكومه وحاكم مصرف لبنان ووزير المال ووزير الاقتصاد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ما هن جزء من المنظومه اللي هي شاركت بهدر المال العام واموال المودعين. انا ما عم بفهم كيف انت بتوكلي نفس الناس اللي هن هدروا اموالنا وهن ساهموا بسرقه هذه الاموال انه هن يرجعوا ويتحكموا بال10 طيب مليار. استاذ إدمو، اذا ما بدنا نحكي لا تحليل ولا معلومات، بس من وجهه نظر اقتصاديه، هل برايك انه التطورات الاقتصاديه اللي عم تحصل هالفتره هيدي بالذات ممكن تكون عامل لتطير الانتخابات؟ بس عم نحكي نحن من وجهه نظر اقتصاديه فقط. من وجهه نظر اقتصاديه، اذا اليوم تنقول حاكم مصرف لبنان بيقتل مفعول او بوقف مفعول تعميم 161، وعلى فكره تعميم 161 عم يعطي اموال بدون اي سقف للتجار او للاشخاص اللي عندهم شركات بيروحوا على المصرف بيشتروا على سعر صيرفه على 23000 او 22500 وعم بيروحوا يبيعوه ويتاجروا فيه بالسوق ويبيعوه على سعر 27000 28000 عم يربحوا 15 و20%. هيدا هدر مليارات اوكي من اموال المودعين. انا برايي الامور تدحرج الامور مش من هلا، من اكثر من شهر. السلطه السياسيه برايي معظمها لا يريد اجراء انتخابات نيابيه، برايي اللي عم بيصير هو تمهيد لحتى يوصل ليوم الانتخاب، يا انه هن بيلاقوا طريقه
لحتى يعرقلوا عملية الانتخاب بالاغتراب أو يخلقوا حوادث أمنية أو معيشية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وما سيطيح بالانتخابات. أنا بدي أسأل السؤال هيدا، من المستفيد من عدم إجراء الانتخابات؟ هل هو في مشروع معين للذهاب إلى مؤتمر تأسيسي في لبنان انطلاقا من يا تأجيل الانتخابات لفترة زمنية 3-4 شهور وتحت شعار الاستمرار بحكومة كامل الصلاحيات لحتى تكمل المحادثات مع صندوق النقد ولحتى تمهد لانتخاب رئيس الجمهورية؟ أنا برأيي هذه العناوين وهذه الطروحات ممكن تؤدي يا أنه ما تصير عملية انتخابية وتتعرقل ب 15 أيار ونروح على فراغ من المجلس النيابي ومن ثم فراغ أو حكومة تسيير أعمال وعدم القدرة لانتخاب رئيس جمهورية، أو إذا تفهموا القوى السياسية يروحوا على تمديد تقني لأربعة شهور ما يسمح باستمرار حكومة كامل الصلاحية وحيوصلوا لرئيس الجمهورية الانتخابات وما بصير، وساعتها بدهم يضطروا يروحوا على مؤتمر شبيه بالدوحة لحتى يحلحلوا الأمور، لأنه اليوم الأمور مثل ما ماشية ما رح يصير أي إصلاح، ما رح يصير أي تعافي، ما رح يتم إعادة أموال المودعين. نعم، الخبير في الشؤون الاقتصادية وقطاع الطاقة إدمو شماس، شكرا جزيلا لك ولكل المعلومات.